تيمزريت هي دائرة من دوائر ولاية بجاية في منطقة القبائل بالجزائر، تتربع على مساحة 23 كيلومترا مربعا، تبعد عن العاصمة ب 215 كيلومترا وعن بجاية ب 42 كيلومترا. تحدها كل من دوائر صدوق وأميزور والقصر وسيدي عيش. تقول الأسطورة أن تيمزريت هي إحدى بنات سيدي عياد الثلاث حسب المعتقدات الشعبية، ويقع ضريح يمة تيمزريت على قمة الجبل الذي يحمل نفس الاسم. اشتهرت تيمزريت قديما بمنجم الحديد الذي استغل منذ عهد الحمديين. خلال عهد الاستعمار الفرنسي أصبح منجم الحديد تيمزريت ملكا لشركة مولر وشركة روتردام ثم سوناريم التي توقفت عن العمل. من أهم الشخصيات المولودة في تيمزريت هو الناشط ومناهض العنصرية الحاصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي في عام 2000 ووسام جوقة الشرف فارسا عام 2003. ما هي المدينة التي تودون زيارتها في الفيديو القادم؟ شاركونا في تعليقكم.